أعلن الجيش الأوكراني مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 5 آخرين بعد أن أطلقت القوات الروسية 7 صواريخ من الجو على ميناء أوديسا الحيوية على البحر الأسود. وقالت المتحدثة باسم الجيش ناتاليا جونيوك إنه أثناء البحث عن أهداف استراتيجية تمكنت الصواريخ من ضرب مركز تسوق ومستودع للسلع الاستهلاكية. وأظهرت الصور التي نشرتها جامياك على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك المستودع الذي اشتعلت فيه النيران.